هذا المكونات كلها كانت تأثر عوامل خارجية، ومن بين هذه العوامل الخارجية يمكن أن نلخصها بمجموعة من المؤشرات. دونك سوف نحاول أن نحدد ليدونتيفيكاسيون دي فاكتور فيزيكو شيميك، يعني بعض العوامل الفيزيائية والكيميائية والمعدنية اللي عندها تأثير سلبي حول على هذا الايكوسيستم المنظومة المائية. في نفس الوقت هذه النتائج اللي غادي نحصلوا عليها سوف تكون يعني كأداة ووسيلة au service des gestionnaires des entretiens, يعني لا بالنسبة للسلطة ولا بالنسبة للجمعيات، عندهم واحد الدوغاج باش يهضروا. باش يهضروا مثلا بعض المشكلة أحيانا حول لا صاليميتي، كثر الحديث على لا صاليميتي، ولكن لا صاليميتي بوحدها راه ما كافياش. لا صاليميتي راه سي كونسيكونس تاع بعض العوامل، مجموعة من العوامل اللي كتأثر على لا صاليميتي. لا صاليميتي هي نتيجة النتيجة واضح اللي راه موجود. دونك هاد لي ريزولتا يكونوا ديسبونيبل لي جيستيونير، يعني المسيرين، لأن المسير ما يكونش عارف يقول يهضر على لا صاليميتي، لا صاليميتي ما تقدرش تحكم فيها، لأن لا صاليميتي البحر والواد يعني واحد لا كومينيكاسيون، هذيك لا كومينيكاسيون كلمة والجسر، لأن هذا ضروري يكون البحر يولي ويرجع، تراجع الماء والجسر. وبالتالي فعلا لما وقع الجفاف هذاك الديبي تاع الواد ما غاديش يكون واحد الديبي عادي، غادي ينقص، دونك في هذه الحاله هذاك الولد غادي يطغى على الجسر، وفي هذه الحاله لا صاليميتي غادي تضر، ولكن غادي نشوف بعض العوامل الاخرى هي اللي ربما كتطغى على لا صاليميتي. دونك شنو هو الوسائل المستعمله؟ ماتيريال ديناس. دونك إلا بغينا نشوفو الوضعية البيئية في هاد المنطقة نتاع لازون دي ميل تاع لوبيا، نشوفوها جلوبالمون، يعني المشكل مراهش جاي، ما جاش غير محليا لوكال، هذا شنو؟ يعني ريجيونال. دونك واد لوبيا هو الواد لو بلو لون في المغرب، اللي تاع واد البحر الأبيض المتوسط، فيه تقريبا 500 كيلومتر، 620 أنفيرون. Donc c'est le seul, la seule rivière qui débouche dans la Méditerranée ou qui draine un bassin versant près 53 000 km. Un bassin versant de 500, un bassin. هذا الباسان اللي سوبديفيزي ان تروا ريجيون، جروند ريجيون، كان يهوت لا هوت ميلويا، لا موان ميلويا، إلى باس ميلويا، ويسون سوبديفيزي سولون لا ستركتور جيولوجيك ديالهم. دونك لا باس ميلويا، دونك هي اللي كونسيديري كوم لا ريجيون، يعني تكون بروش لا ميديتيراني، ابارتير اون افان تاع سرعة محمد الخامس. دونك هذيك لا ريجيون la zone minière. La zone minière est drainée par le cours inférieur qui débouche dans la Méditerranée via l'embouchure. Donc, il y a un contact direct avec les deux fleurs, l'Ada et la mer. Donc, moi, je me suis focalisé dans le travail dans l'identification des paramètres physico-chimiques et tous les paramètres qui permettent d'identifier les. لا كاليتي. دونك درت واحد مجموعة من المحطات من انطلاقا من مشروع المادي، هذا اللي كنقول هذا واحد الخامس، هذا مشروع المادي، بمعنى هذه المنطقة كلها هذا الباركور هذا يعني هو باركور حسب ديفيرسوار تيكون فيه كلشي مجموعة من لوجي من بين لي لوجي وهما لي بيزافيون، كاين واد صبرا، هذا واد صبرا اللي تيجي من الوزن تاع سترافور زيوت، وكاين واد شراعه اللي تيجي من بركان، هذا لي دو زافيون
هما لي دو برانسيب اكتيون كي ديفيرس دو روجي دون لو دي هو كيتاثر بيهم. اون بلوس اون بلوس كاين لي كونديسيون يعني تاع او كو دو دي بلوي كاين لو ليسيباج. لو ليسيباج تاع لي تيغ اغريكول تاع ايريغي لي تيغ ايريغي في الشتاء هادو كي فون سو ليسيبي و لو ديفيرسمون تاعهم كي تكول دون لو دي دونك بور ايفاليي هاد الكاليتي تاع واد المدن. Donc, normalement, on doit diagnostiquer depuis l'amont jusqu'à la barre afin de permettre d'identifier exactement quel est le point noir. Il y a des sources polluantes qui causent une nuisance au niveau de la douleur. Donc, parmi les stations que j'ai étudiées, il y a une belle matate. كان باراج هذا الباراج شرح الماجين كان واحد ستاسيون برنامو قبل لا كونفيونس تاع واد صبرا هذه واد صبرا تجي مزيان مستشفى اس ان هذه قبلها هذه او ليفو دو واد صبرا وحده مورا استرو ومن بعد جيت بو حسن دو ثاني واحده ستاسيون اس كاس من بعد قلنا فان تاع لا كونفيونس والشراعه ومن بعد جيت بو حسن بو هذيك السعيديه اللي كنت ومن بعد او نيفو دو لونبوشيون اي او نيفو دو لاب دونك باغمي لي شوا تاع لي زيليمون ميزيك اختاريت انايا كان لي ميكروبيولوجي كان لي نيتوري كان بزاف كان لي بيستيسيد كان اكسيتيرا ولكن فان دو ترافاي جي انسيستي سور لو شوا تاع لي ميتو بارمي هاد لي ميتو اختارت واحد كاتر كاتيجوري دو يكون اسونسيال بالنسبه لورغانيزم هو الكويت بي دو زان وخا هو توكسيك اسيتان اسيتان كونسونتراسيون وخصو يكون اوتيل ولكن ما خصوش يديباسي واحد لي كونسونتراسيون هو لو زان اي لو كويت وكان دو ميثودو وهو لو بلون اي لو كادميون لو بلون اي لو كادميون وهما دي ميثودو وهما سون اوتيل في لاندستري ولكن سون توكسيك بور لا سونتي دو لورغانيزم تاع الانسان تاع الحيوان دونك حنا نقول فوا اسكو هاد دي ميثودو اسكو سون انديسبونسابل او نو اون فا لي دوزي اي اون فا سافوار كومون اي بو يعني انفلونسي سو ليتا دو سونتي تاع الايكوسيستيم ولا تاع الاورغانيزم دونك على حساب لي دوز اللي تلقاو هاد لي كونسونتراسيون اللي تلقاو اي سون فيكسي بار لي نورم انترناسيونال تاع الاورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي لو شوا دو بواسون اختاريت كتابين تاع لي بواسون انواع تاع لي بواسون اللي يعيشو في واحد المدة كان لونجي تعرفو رسمي كلاودي ولا رسمي كلاودي وكان واحد اسمي تاع لاروزا وحده لو بابو هذاك اللي عنده لو بابو هذاك علاش اختاريتهم لانهم واحد لي دو سون دي اسبيس مارين يعيشوا في البحر ولكن لو مود دو في كيف واحد تاي يجي سو فورم دو لاب يجي من المكسيك لو كورك دو مكسيك ويجي سو فورم دو لاب ومن بعد يجي يكبر لي زودوس لي زيستيال يمشي لأوروبا يمشي لا ميديتيراني يمشي لروسيا هو يبغي غير لي زيستيا هاد لي زون وكاين لامبيرس كاين لي يعيش في البواد ويمشي ل يمشي ل والباربو الباربو هو سيدون كان يعيش في البواد في البواد في زوجوس دونك لي تيب دو داناليز جو في اني ان بو Donc, quelle est la matière en suspension, le composé azoté et le composé phosphoré, de manière de quantitative. Ou les analyses d'arrivée de l'eau, on voit le zinc, le cuivre, le plomb et le cadmium. Donc, les résultats d'analyse. Donc, je suis tout blanc, on voit l'air, l'arrivée de la température. Je suis pour la température, et d'ailleurs, la température, كنشوف لا تمبيراتور حتى درت او كول دو لاني يعني في سبتمبر حتى دوت درت اون سيري دو داناليز
يعني مونسيولا، وتبين بان في الشتاء لا تومبيراتور ديسون وفي الصيف كتقل، هذا هو ليسونسيال. ودرتها كومباريزون ما بين لا تومبيراتور تاع لال ولا تومبيراتور تاع لو، وجبرت بانهم هما سون باراليل وعندهم لا ميم توندونس ايفوليسيون. هذيك لا توندونس تدير بلي هذا توندونس دو لو اي ريجي با لا توندونس دو لار، سيتي لي انفلونس بار لار، من يكون جافان ترى توندونس تاع لو غادي تسخن، إلا سخن لو غادي يسخن، وإلا سخن يطلع على واحد النيفو تاع درجة الحرارة غادي يأثر على السماء. بالنسبة إلى لا ماتيغ أون سوسبونسيون، لقينا بأن لا ماتيغ أون سوسبون هو دوك المواد العالقة، الماء يتخرج، فوق يتخرج. فدات واحد الدراسة في شهر أبريل كانت تبعو دي كرو، وهذوك دي كرو الماء يتخرج بزاف، وهنايا طلع لي دي كبير، هنا من يكون المسار يكون يعني ستاسيونير، ومن هنا يجي لك دي كرو الماء يتخرج وغادي يوقع دي كبير. غادي نشوفو اشنو هو التأثير ديال هذا دي كبير في لا ماتيغ أون سوسبونسيون، التأثير ديالو على الأكسجين. كنشوفوا من يوقع هذيك لا ماتيغ تكرو دوك الماء يخرج لا كونتيتي تاع الاكسجين هي تشويس اون بليس لا كونتيتي تاع الاكسجين في الشتاء البروده يعني بالبرد غادي يكون طالع وفي الصيف غادي يهوي وتصوروا هنا الثنايا عند التمبيراتور اللي تبان لكم هنا خضرا وقع وصل الاكسجين زيرو فين وصل في فوات زيرو فوات سبعه من عند الاكسجين صفر زيرو ان زيرو نورمالمون صفر فوق سنه الاكسجين. هنايا تتبين بان الاكسجين راه هنا في هذا الفالور ان زيرو في المواد الجويه يفوت، جبرت زيرو ان، يعني هذا تيتزامن مع لاكتيفيتي نتاع الوزن تاع السكر. من يظن ديك لاماتيغ اورجانيك البيضاء ديالو كنشوف هنايا الماء كيسخن والاكسجين تيهبط وعندو لا دخل. اوروزمون كان الاحتياج ما توصلش بواد الملوية، بصح إلا وصل من يوصل سيلفا غادي يأثر على واد الملوية ويأثر على الأسماك، هما ما يتبدلوش واحد يعني لو بي أش ولا الأكسجين خصو يكون ستابس. لا سالينيتي هاي، لا سالينيتي كنشوفوها هي ستار، ولكن منين جات الشتا ولي كرو إكسترا هودت، دونك إيليا أون ديليسيون. يعني ديليسيون تاع لا سالينيتي، لا سالينيتي هو بحال هنا مثلا كانت 30 سنة ولا 20 سنة، هذه هي الفرق بحال، أما هذه ما تخش واحد 10 جرام بار لتر. بالنسبة للبي اش كان هو نورمال مخصوص في الوسط، يعني عندي دي فالور ما بين 6 حتى 8، ما خصوش يتباسها إلا ولات، دونك غادي يأثر على دوك المواد المعدنية، هذوك المواد المعدنية يكونوا لاستين أديري، دوك لي بارتيكيو، من يكونوا لاستين الى البي اش موت بحال غادي يدوب داك الشيء وغادي يولي صوليو ولا صوليو غادي يولي بلي توكسيك عند البواسون غادي افاريون بسهوله. بالنسبه للبي اش اللي قلنا هنا كان بالنسبه كان لي نورم انترناسيونال كل بارامتر عنده لي نورم ديالو بالنسبه للتمبيراتور ما خصهاش يعني الا كانت كاليتي اكسيلون تكون 20 دوغري بالنسبه للبي اش ما بين 6 حتى 8 ما بين لا كونديكتيفيتي لي كلوريد اوكسيجين يكون اكثر من 7 هذه هي لا كاليتي اكسيلون ما بين بار اكزومبل الاكسيجين من 5 ل 7 يكون كاليتي بون اقل من 5 مويان موفيز واحد حتى 3 لو طو دوكسيجين يعني شحال ما نقص الاكسجين شحال ما راه كان يتم. هذه مجموعه من النتائج تاع مجموعه من المؤشرات الفيزيائيه كان البروب الازوتي النتائج بينت بانهم كلهم تحت لي نورم تحت لي نورم ابار هذيك السلفات ديال الكيرو ديال الكلوريد هذه السلفات هما اللي شفتها طالعين حنا لا نورم خصها تكون انفيرياسيون جبرت 500 انتدار بمعنى ان الاستعمال هذا اللي سلفات يعني اون كونكلوزيون يعني لا ديستريبيسيون يعني التوزيع تاع هاد الاملاح المعدنيه المستعمله في زون كاليفورنيا في
spécifiques, yani font l'objet de déversements permanents des eaux usées domestiques. Ça veut dire que la l'ouverture de la chasse à la sédima, yani la nature de le déversement des eaux usées ou là le déversement des municipales d'agriculture agricole. Donc, هذا السيكتور مسؤول على هذا الديفلوبمنت تاع هذا السيليمون توكسيك وهو اما لاسوسي تاع واتسبرا ديجا يوزن ولا افلام بالكليما. بالنسبة للميثودول اون جينيرال من درت الدوزاج جبتهم كلهم موجودين الصن الكويب الأرقام جبرت اللي موجودين يعني في لو هذا اللو جبرت مزال لو كلوف لو كلون افيك دي كونسونتراسيون فاريا على حساب كل نوع من الميل لو زون ولو كلوف لو كلون ماشي با دو لا ميم يعني كونتيتي ولكن موجودين ولكن على العموم انهم يحترموا المعايير الدولية باغ اكزومبل هنا لازم يكونوا اكثر من ثلاثة جبرت لهم كلشي انتي لو رابان كلهم دون بون 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 كلشي يعني مزيان. بالنسبة للأسماك درت تحليل على الأسماك درت ثلاثة تاع الأنواع أونيفو تاع البيمس يعني في العضلة ودرت لو فوا هكا ودرت لي برونش وجبرت بأن في الماء هذا لو هذا لو سيديمو هذا السمك أونيفو دينيس وهادو يعني الانواع تاع لي ميثود جبرت له زاد هذا اللي بالزرق هذا بالزرق هو اكبر كميه جميع ما يعني خصوصا في البر ولا في الاروسا ولا في لونغي جبرت له زاد هو اللي كيبريزونت لو تور بلوس يعني عنده واحد الكميه كبيره يجي موراه الكويب لو كويب ويجي موراه لو بلون هذا الصدر ويجي عاد موراه لو كابيون سا فو دير بلي كان هناك واحد الاستعمال كبير نتاع السن فين تلقى هذا السن كله كبير وهو في الموبيكاس في الزنك في سيفات الزنك في سيفات الكل يستعملوه يعني واحد الفترة والدليل على ذلك اننا رجعنا في الاسماء ولقيناه في الماء ولقيناه في السيديم موجود ولكن كميات مختلفة ولكن تلقاو يعني في السيديم بحال هذا السن لقيناه في الباربو يعني يفوق بكثير اللي موجود في السيديمون واللي موجود في الروس هذا لوزاك لوزاك تيكون واحد الكونتيتي وتلقاو ما بين انواع الباربو لالوزا اي لونكي تلقاو هذا الباربو تنشوفوا ان الكونتيتي في الوزا الزرق هنا اكثر من الباربو لالوزا مثلا هنا ثاني الزرق مرتفع اكثر من الوزا الكونتيتي شنو هو الانتيري على استعمال هذه الانواع في الاسماك؟ تبين بان هذه الاسماك الانتيري الاستعمال ديالهم وهو انهم تدخلوا في البيوليتيس تنوع البيوليتيس علاش؟ كل واحد عنده دور واحد يكونسونتري بلوس مثلا لو زانك باغ اكزومبل الباربو يكونسونتري بلوس يعني يركز اكثر لي برونش او نيفو دي برونش لا روزا مثلا الى يكونسونتري بلوس لو كويف لو فوا كان يركز كثير مثلا في الكويفر مثلا كان يركز في الفول يعني كل واحد يستطيع يكون عليه ستريس وهنايا لو نوس هو الاقل تركيز هذا هو السيد يعني لي فور شونس زعما مزيان كي تركز اكثر ولكن تركز قل من البرونشي قل من الفو علاش؟ لان لو نوس هو ستاميلي دو ميتابوليزم ولي برونشي هو هما كي سو اون كونتاكت ديريكت افيك لو دونك هما كي سو بلو كونتامين كو لي نيس اي دونك على العموم كخلاصة يعني لومي بريزونس يعني وجود هذه الكونديسيون سانيتير يعني المواد الغذائية كي سو اجريكول واد منوية لي زابور لي تيست لهم لي ريجيم لي زون يوزي لا ريجيون اللي هي اللي جاية من لو أطلس كانوا كلهم تيساهموا في تلويث
وتدهور القمة اللي هي تاع الدنيا. دونك بور اتان زوبجيكتيف دونك يلفو مينيميزي لو ديفلوبمون دي سورس بوليون. واحد يفكر في تقليل يعني الدبوت استعمال وكيفية طريقة استعمال هاد لي زومبيري وهاد الموديلات. Éviter la contamination de l'eau de par les réseaux usés, les déchets liquides et solides. Et je vous remercie de votre attention.